أعلن المرصد اليمني للألغام توثيق استشهاد 6 مدنيين بينهم امرأة وثلاثة أطفال وإصابة 6 مدنيين آخرين بينهم طفلان نتيجة انفجارات ألغام وأجسام حربية في محافظات الحديدة وتعز وصعدة والجوف والبيضاء منذ بداية شهر يونيو الجاري. وأشار المرصد الحقوقي إلى أن إحدى هذه الحوادث وقعت خلال يونيو الجاري نتيجة لهو الأطفال بجسم مشبوه، وحادثة أخرى وقعت أثناء محاولة امرأة مع طفلها جمع الخردوات. وبحسب وزارة حقوق الإنسان فإن جماعة الحوثي متهمة بزرع أكثر من 1,000,000 لغم في المحافظات اليمنية منذ بداية الحرب في عام 2015 في نسبة تعتبر الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية. وتقول الحكومة اليمنية إنها تحتاج إلى 48 مليون دولار لدعم عمل الفرق التابعة لها من أجل نزع الألغام الحوثية. وفي إبريل الماضي أعلنت الأمم المتحدة أن عدد ضحايا الألغام في اليمن منذ العام 2018 بلغ أكثر من 1,800 قتيل بينهم 689 امرأة. وتنتشر الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في عدة محافظات يمنية أبرزها تعز والحديدة وحجة والجوف، وأدت لمقتل آلاف المدنيين منذ بداية الحرب الحوثية على اليمنيين.